the transformation took place in Medina, how people changed their characters. What did the Prophet sallallahu alaihi wasallam do to change the people and the character and then their vision and then becoming world leaders? والنبي صلى الله عليه وسلم كان ترجمة لذلك بحياته وبحركاته وسكناته. سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن. لكن يمكن أن نركز على الإيمان والسكينة. النبي صلى الله عليه وسلم ما غير عمل أحد. كان فيهم تجار، كان فيهم مزارعون، الزراعة، كان نجارين، كل أحد بقي على عمله، لكن الذي وقع الجديد هو الروح التي بثت في هذا العمل، أصبح العمل كله بطاعة الله وبجهاد، عقد الأخوة بين الناس، أخوة بين المهاجرين والأنصار، فكسر العصبية الجاهلية، كانت الأخوة أساس المجتمع، مجتمع متآخي في السلم الاجتماعي. الشيء الثاني هو أن الناس النبي صلى الله عليه وسلم كان مدرسة كان الصحابة يجلسون للسماع منه وكان واحد إذا تغيب يطلب آخر أن يجلس مكانه حتى ينقل إليه ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا كل يوم هم يزدادون علما مما يبثه النبي صلى الله عليه وسلم مما ينزل روح الإيمان هي أساس المجتمع المدني.